يعني تطلع اذا عم مثال على واشنج ماشين اعقد من الواشنج ماشين الاولى. اذا هي سيت اوف رولز او رول سيت فور واشنج ماشين. هلا عندي 5 انبوت فاريبلز. هلا الهدف انه نحاول ال 5 انبوت فاريبلز يكون في 5 سنسرز، وال 5 سنسرز يعطوني رقم مثلا من 0 ل 100 فرضا. الفايل مثلا هون اللي بختارهم في هاي البيبر مثلا تايب اوف ديرت ديرتنس، هذول بيشبهوا على فكره تي دي اللي شفناه قبل شوي تايب اوف ديرت. هلا مش واضح هون 100% شو هو، بس ممكن يكون مثلا شيء جريسي مثلا، او مثلا شيء مثلا عضو دم مثلا اذا كانوا في مستشفى او شيء زي هيك مثلا، او انواع ثانيه من الديرت مثلا شيء تراب مثلا او اشياء اخرى. الديرت هلا هون الديرت اوف كلوث كميه الديرت حطها دي مثلا كوانتيتي، تايب اوف كلوث حكيتوها انتوا قبل شوي 4، ماس او الويت وعندنا درجة الحرارة. هلا درجة الحرارة هون أنا بتوقع هون درجة الحرارة اللي طالبها اليوزر، ماشي واضح لهاي؟ لأنه درجة حرارة المي أنا بقدر أتحكم فيها، إحنا بنقدر نسخن المي أو ال، بس احتمال كبير هذا اليوزر إيش حط هو درجة الحرارة طلبها، فاعتبرناها هون إنبوت مش أوتبوت. والأوتبوتس الثلاثة إذا هذه هون inputs، وبعدين عندي الاوتبوتس الثلاثة اوتبوتس، عندي الwash time rinse time. ايش الرنس؟ لاحظوا بتطلع على الغسالة بتلاقي أول شيء بينزل، مرات بكون في بري واش، بس نفترض إنه ما عنديش بري واش. بري واش يعني مرات بغسله بصابونة قليلة أو بدون صابونة بمي، بس بغسله غسلة سريعة وبعدين نغسل الغسله الرئيسيه. عاده في رينس تايم بنرد بنغسله حتى تروح الصابونه منه بعدين رينس تايم. وبعدين عندنا سبين تايم. هلا في ناس منكم حكى سبين سبيد كمان مش هيك؟ يمكن يكون اذا الهاي حساسه ما اقدرش اعملها سبين على سرعه عاليه. ايش ميزه السرعه العاليه بالسبيننج؟ بيكون فرصه بيكون انشف ناشف اكثر 1200 ار بي ام او 1300 ار بي ام. بس شو مشكله السبن العالي؟ ممكن يعمل تمزيق الملابس، راح يمسك الملابس، راح يضغط الملابس كثير، في ملابس حساسه يمكن ما تتحمل سبن تايم. اذا هو حط هو سبن تايم، اذا عندي 3 اوتبوتس وكلهم هدول بدي اعملهم ديفازيفيكيشن بس اخلص راح يطلع حتى يصيروا كريسب واطلعهم. فلو جينا طلعنا الان كنترولر بالمعنى التقليدي للكنترولر زي ما انتم بتعرفوها، هي عندي الفايف انبوتس وعندي 3 اوتبوتس وعندي المراحل المختلفه هون الاربعه اللي شفناهم هناك، هيهم الاربعه اللي هناك اللي هم المراحل. بدي اعمل فازيفيكيشن، مش هدول كريسب؟ هدول راح يدخلوا عندي كريسب. ممكن اذا داخلين فازي ما فيش حاجه اعملهم فازيفيكيشن، ممكن في بعض الانبوتس تدخل فازي. وبعدين راح نعمل المرحله الثانيه كانت رول ايفالويشن مش هيك؟ راح اعمل فايرنج للرولز واطلع الاوتبوتس. شفتوا الرولز الاربعه او التنين اللي حكينا عنهم قبل شوي؟ بفتش على الرولز اللي بتناسبني اللي ريليفنت في هذيك اللحظه، وبعمل فايرنج للرولز ايفالويشن. بعدين بدي اعمل اجريجيشن. ليش بدي اعمل اجريجيشن؟ لانه الرولز المختلفه هاي اعطتني فاليوز، يعني الرول الاولى اعطتني فاليو للوش تايم مثلا مقداره 0.7، والرول الثاني اعطتني للوش تايم فاليو مقداره 0.2. طب كيف بدي اجمع هدول؟ مش بدي اجمعهم حتى اطلع فاليو، هدول بدنا نعمل اجريجيشن. راح يضل يطلع معي فازي اوتبوت، بعدين راح اعمل دي فازيفيكيشن، راح يطلع معي الاوتبوت الثلاثة هدول. في الحالة هاي مثلا هدول الوش تايم رينس تايم سبين تايم وهدول التايب اوف دير. قديش عدد الرولز؟ خمسة. لا الرولز هلا بيعتمد، لا بدك تعرف قديش عدد ال كل الاوبشنز. اوكي يعني لو كان هذا مثلا 3 linguistic values، مش هذا linguistic variable وله universe of discourse، راح يطلع فيه له number of variables. خلينا افترض عدد ال variables هون ثلاثة وعدد ال variables هون ثلاثة وهون مثلا ثلاثة فرضا،
هون خلينا نقول 5 ماس اوف كلوث مثلا يكون لايت فيري لايت لايت مثلا ميديوم، خلينا نقول التمبريتشر 4. قديش عدد الرولز المطلوبه؟ 3 قوه 3 زائد 5 زائد 3 في 3 في 3 في 5 في 4. اوكي ماشي واضح. لازم يكون عندي الرولز كلها من هون، لازم يكون هاي الرولز كلها موجوده. فراح تكون عندي 5 في 4 قديش؟ 18. 5 في 4 20، 20 في في 27 مش هيك؟ 20 في 27 مزبوط ولا لا؟ 3 في 3 9 في 3 27، 27 في 20 مزبوط 540. 540 رول، عدد هائل جدا من الرولز. اوكي؟ ماشي واضح عدد هاي؟ كل رول هلا حسب الفاريبل اللي باخده من هون بيطلع عندي. هلا الرول لما تطلع بدها هلا كل رول ممكن تطلع شيء لكل واحد من هدول. يعني راح تقول if type of dirt مثلا is not greasy مثلا and dirt cloth كذا مثلا and كذا 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 من هون، then wash time مثلا is short و rinse time is long و spin time is medium. ها مش الرول بصير يطلع لها 3 consequences. الرول في لها عدد من نسميهم antecedents راح يحكي عنهم وعدد من ال consequences.